شوف انا تنشوف، شوف اللي باغي يرد شي حاجه، واحد المؤسسه عموميه عطتنا واحد النموذج ديال واحد الجامعه اللي انا دائما تنذكرها، وهي الجامعه ديال بن قرير اللي نشأها المكتب الوطني الشريف اللي في الصفات. حنا اليوم المغرب في واحد المسار ديال الجهويه المتقدمه. انا بغيت تناف نفيق الصباح نلقى شي واحد لاباس عليه ناض بنا شي جامعه تكون رافعه للتنميه ورافعه للتطور الاقتصاد ديال البلاد ديالنا بحال اللي دار في بن قرير. علاش اللي عنده شي مدخول ما يوهبوش لشي مؤسسه تعليميه او مؤسسه علميه او مستشفى او مدرسه؟ ما احوجنا الى هذه الاشياء، لان كورونا عرات على الواقع ديالنا. هذا الواقع ماشي جديد، هذا الواقع كان مطلبا جماهيريا نادت به القوى الحيه بالبلاد منذ سنوات، بالاعتناء بالتعليم، الاعتناء بالصحه. وما يعني دليل على ذلك الا ان لما كترجع لتاريخ الاضرابات العامه في البلاد كتلقى دائما اما خارجه من الصحه او من التعليم. ماشي باش كانوش كانوا بعد، اولا القطاع الصحه وقطاع التعليم ما كانوش الناس كيخرجوا يديروا الاضرابات باش يحسنوا الوضع المادي ديالهم فحسب، بل كذلك باقرار تعليم ديمقراطي يخدم الوطن ويخدم الامه، كذلك الصحه لما للانعكاسات ديالهم على رقي المجتمع. فتنظن اعطى الله الوسائل، اعطى الله المساطر، اعطى الله في الانسان يمكن يمشي يحط هذاك الريع كنسميه انا. الانسان كان يتعفف وما يتدركش من مورا جلاله الملك. خصنا نخليو المؤسسه الملكيه في التقار. المؤسسه الملكيه هي ملك لكل المغاربه تاريخا شرعا وشرعيه. الملك خصنا نخليه في افتقار، ماشي نتخباو من موراه نقولوا على جلاله. كان يمكن له يقولها له ما يرضاش له جلاله الملك، يقول له سيدنا انا هاد التقاعد غير عافيني منه. ورا عبد الرحمن اليوسفي يعني لما وهب له الملك المغفور له الحسن الثاني في الطقوس المرعيه للملوك، لما وهب له واحد الهديه اكتفى بساعه، ما اكتفاش بتقاعد بحال اللي دار السي بن كيران. يعني كان يمكن له ما يحطش جلاله الملك في هذا الاحراج ويطلب منه الاعفاء. وتنظن جلاله الملك ما غاديش يتاخر قيد ان مولى في اعفائه من ذلك، خاصه اذا عبر على انه يعني انه له يعني وضع اقتصادي واجتماعي مريح. انا كون كانت عندي واحد العديد المؤسسات التعليميه وداك الشيء ونكون مسؤول ما نطلبش ديك 70000 درهم وما نطلبهاش، ولا تحملت المسؤوليه ما نطلبهاش. انا مستعد نخدم بلادي ووطني بيليكي، وكنت كنخدمو دائما بيليكي وغنبقى خدام معاه بيليكي، لان عندي مهنتي كنعيش منها الحمد لله والشكر لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.